المهرجان هو دعم لفنانين العرب ومنصة لانطلاقهم لعروض. احنا هون في المهرجان ندعم الفنانين، بنقدم لهم دعم مادي ودعم إعلامي ودعم معنوي انه ينطلقوا بعروضهم.
العروض اللي تتقدم في المسرحيات هي عروض السنة هاي عروض كلها أصلية كتبت خصيصا للمهرجان ولأول مرة تعرض في المهرجان. مش بس هيك، والقضايا اللي بتعالجها المسرحيات بتعالج قضايا محلية جدا مهمة، وفيها الكوميديا وفيها التراجيديا وفيها الشغلات بتضحك بتبكي. مهرجاننا كمان بيستضيف فنانين عالميين، السنة استضفنا هيثم خلايلي طبعا، كرمنا المؤرخ والكاتب العكي نظير شمالي. يلا معي يا طير يا طاير يا رايح تحميك عيون، لا مش سامع، بالله يا مسافر شعلاني هالغيرين، انا عكا بلادي حلوه يا ما شاء الله. يا طير الطاير يا رايح عالغيرين تحميك عيوني وتسودك عيد الله، بالله يا مسافر شعلاني هالغيرين عكا بلادي حلوه يا ما شاء الله. يلا خلونا نسمع زقفتكم، وين الزقفة لفوق؟ قديد القطار يلا سيد ايوه
ملايك جسر العديد انقطع من دوسر الدايه على عين مليتك وتنعش ملايك جسر العديد انقطع من دوسر الدايه. شكرا شكرا. أنا من الإدارة الفنية لمهرجان عكا، ونظمنا كل هذا البرنامج اللي شايفينه، وطبعاً بحب إنه كل الناس يجوا يتفرجوا على المهرجان ويشوفوا شو الإمكانيات اللي بتقدر تعملها فنانين عكا ومن خارج عكا. طبعاً الحضور الهائل للناس اللي إجوا من بريت عكا ومن قلب عكا، وطبعاً الفنانين اللي إجوا من كل من القدس من النقب من الجليل من الجولان إجوا عشان يشتركوا بالحفل الكبير اللي هو اسمه مسرحيد. Thank you.